شغله مهمه، شوف شو عم نعمل بالباسكت بول، خلي بكل الرياضه نعمل زيت الشيء. انت يا فخامه الرئيس اذا وعدت بتوفي. عاش لبنان، عاش عماد لحوت، عاشت الرياضه. شكرا للرئيس نادي الحكمي السيد انطوان شويري. دعي ورح تبلش المباراه اكيد النهائيه بين الاتحاد السعودي وفريق الحكمي من لبنان. واليوم كمان من هون جمهور يلي موجود بغزير بدنا نحوي نحيي الجمهور والعالم كلهم يلي اجوا من كل المناطق اللبنانيه على مقر نادي الحكمي بالاشرفيه. اذا بالاشرفيه عم تسمعونا المباراة النهائية رح تبلش بعد دقايق. Are you ready؟ لبنان هو جمهور كل لبنان الموجود مع فريق الحكمة ليفوز مركز جديد بالعشرة. كيف جمهور لبنان بمدرسة الحكمة بالأشرفية يلي مرة جديدة جاي يحيي البطل للمرة الثانية مع فريق البطل وفريق الحكمة لنفوز مرة ثانية ونسهر للصبح. بالوقت يلي عم يحضروا حالهم فريق الفريقين ليفوتوا على الملعب. فريق الحكمة شفته وفات على الملعب. الفريق السعودي كنا عاملين تحضير اكيد كلمه لنبلش باحتفال المباراه النهائيه. الفريق السعودي ومدرب الفريق تحديدا ما حب انه يفوت على الفريق بهالوقت، ما انه قبلان يفوت ابدا على الملعب. هو التاخير كان 5 دقائق بكل الاحوال، بكل مباراه عند الفريق السعودي عم بيكون في 5 دقائق و10 دقائق بتاخير بكل مباراه لعبها لحد هلا ببطوله الانديه الاسيويه نسكافيه تشامبيونز كاب. فنحن بانتظار الفريق السعودي ليرجع يفوت، لان اكيد ما في حجه مقنعه لحتى المدرب الامريكي ما يخلي الفريق يكون موجود على ارض ملعب. فريق الحكمه موجود، وكنا بالاول اكيد الوقت اللي اخذينه واخذينه من الاتحاد الاسيوي لحتى نقدم بدايه سهره اذا فينا او احتفال او عيد السنوي لبطوله الانديه الاسيويه اللي عم تصير للسنه الثانيه بلبنان.
الشيء بيلفت نظر على شغله انه بدايه المباراه كمان ما شفته تقديم للاعبين او البرزنتيشن يلي معودين نعملها كنا بالمباراه الاولى مثلا مع الفريق السوري اللي كمان كان بالوضع وكل فريق بيتمنى انه يفوت على مباراه نهائيه مع تقديم كمان غناء ما قدمنا لاعبين لا سعوديه كمان عملنا لهم من قيمتهم ولا قدمنا لاعبين لبنانيين رغم كل شيء ما صار تاخير بالمره الفريق السعودي موجود بعده برا فريق الحكمه اكيد موجود على الملعب واكيد اتحاد لبنان لكره السله وبتصور حدا مسؤول من الفريق السعودي مثلكم ما عم عارف شيء بالنسبه للفريق السعودي اللي موجود خارج ملعب فات بالتحميه كان موجود لما كنا عم نحكي اول شيء الكلمه ومرات ما كانت 9:30 كانت حوالي 9:50 كرة السلة والبطولة من الصبح يمكن موجودين بالملعب ناطرين إن شاء الله كل شيء بيكون منيح والأمور بتتسوى لحتى بعد شوي لكن مثل ما عم بيقول لي رئيس الاتحاد اللبناني سيد جان همام الساعة 9 مباشرة رح تكون ترجع لكم المباراة رح تبلش عن جديد بين الاتحاد السعودي أكيد الفريق اليوم وصل على المباراة النهائية كانت قبل السنة الماضية إذا بتتذكر مباراة نصف نهائي ضد الحكمة كانت خسر السنة الماضية وهلا المباراة بدي أرجع لكم إنه الإشكال الصغير اللي صار هو كان معنا شوية وقت ربع ساعة مشان أول شيء أكيد نفوت على الملعب وعلى أساس اللاعبين عم يتحضروا بعد شوي رح نقدمهم حكينا الكلمة وسيد أنطوان شويري ببداية أكيد عرس مثل هيدا وعيد كثير مهم ل مش بس الباسكتبول بلبنان بآسيا كمان يمكن تأخير بعد دقايق لنبلش المباراة وهيك صار مدرب الأمريكي اللي هو مقرر إنه ما يفوت الفريق كثير كثير دقيق اليوم مع فريق الحكمة مثل ما عرفت إنه الساعة 9 تماما يعني حوالي 5 دقائق أو أقل من 5 دقائق رح تبدأ المباراة ترجع نهائية المباراة أكيد الفريق كان مثل ما قرر الكوتش
السعودي اللي عم يرجع يتحضر بتحمي كان عملها قبل، مش عم يتحضر لبدايه المباراه مع كمان المدرب الامريكي شون راندال هافنر. هذا المدرب البولو الحمراء اللي صار له 15 سنه مع فريق الاتحاد السعودي، عطى كثير لفريق الاتحاد ومن افضل المدربين مرقوا على السعوديه. شاركوا بمباريات كبيره مع المنتخب السعودي واكثر شيء عنده خبره، بالاضافه الى لاعبين اجانب مع فريق السعودي. ويلارد فورد من الافضل، عنده تراي اوت راح يكون قريبا بالان بي اي، يعني راح يجرب يكون موجود بالان بي اي. نشيد الوطني اللبناني. الفريق السعودي
اليمباوي رقم 4، فورد لعب الامريكي رقم 5-6، جوهاني ساندرز والمغربي رقم 15، فريقكم اللبناني الحكمي اشا اشوشا رقم 8 12، هاني الزاخم شنتف 13، انزياي ياي والخطيب ذا تايجر نمبر 15. بداية المباراة هالمرة من سما لبنان مظبوط بوضوح شايفينها. طيب الاوت لصالح الحكمة، 20 دقيقة لبداية الشوط الأول من المباراة النهائية ABC Champions Cup مباشرة من الغزير. أشا بيعطي نزياي لمشنتف، برد للخطيب آشا بيخترع السلة آشا جاي 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 برمت فتلت غزلت وفاتت مع أشوشا أشوشا 3-0. بهالوقت برد ساندرز بس هاي ما فتلت دغري فاتت. 2 بيحسبها الحكم، 2-2 كونداس على الزيح. الخطيب بيعطي على لو بوست لآشا فيك 2 بيكمل بلوك شات. بلوك شات كان من فورد، فورد معه الطابة بيعطي ساندرز فيد واي وبيشوط ما بيحط. ريباوند لانزياي آشا مقطوعه لهاني، صعب صعب الباس يا اشا صعب. طيب مع اليمباوي لحاله على 3 بوينتس، لحاله على 3 بوينتس، فاول خطا على جي دي ساندرز، اول خطا عليه اول خطا بالمباراه. انتبه على الباسات على الباسات. يلا الخطيب جولدن هاد الخطيب بيعطي نزياي اللي بيطلع لفوق بيعطي مشنتف، جوهاني عم يسكر له مشنتف بيعطي لو بوست لنزياي، جاي فايد اواي طابة قوية بترجع للفريق السعودي مع جوهاني. يمباوي بيعطي رقم 5 فورد لساندرز، اوه ووكينج ووكينج مشوار راح فيها مشوار وفي اكيد. طابة مع فريق لبنان، دقيقتين مرق على بدايه المباراه، نتيجه 2-2. مشنتف بياخذها 3 بوينتس قصيري شوي قصيري شوي. يمباوي جوهاني شوته كثير منيح، جوهاني من افضل الشوترز اللي عم بيكونوا بالبطوله الاسيويه، يسجل نقطتين 4-2 نتيجة للاتحاد السعودي. هاني بيعطي آشا، آشا لانزياي دياي ياي لانزياي يلا قولوا له هاي وياي وآي سل حلو لانزياي شو فايد واي يس يعني النتيجة دياي. ساندرز تحت السلة ساندرز ما بيحط طابة لآشا، آشا بيتلف فيها فاست بريك بيروح على جنب بزي يروح أكثر على النص، مقطوعة طابة من آشا. طابة من يمباوي بيكمل على السلة، أوه طابة بالآوت طابة بالآوت لصالح الحكمة. بعد ما ساندرز عمل فيك ديفنس موفا لانزياي داخلكم حكمة داخلكم داخل. يلا خطيب يلا تايجر 4-4 النتيجة. أسرع 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 طابي بطلو أسرع موشن موشن برومو برومو مشان أنت بيخدها على اللو بوست
يعطي نجاي. الحكم يحسب 3 سكندز داخل الزون. طيب ترجع للاتحاد السعودي، مباراة مشدودة كثير، 3 دقايق ونص من إلى هلا، 4-4 النتيجة. ديفنس وأكيد أعصاب بهالمباراة النهائية، بدنا تحلحل وتلحلح وتفرفح شوي. يلا ديفنس ديفنس. اليباوي يعطي شوهاني، سكر له الخطيب. شوهاني بيعطي مغربي، ما بيسجل، الريباوند للتايجر خطيب. ينزل فيها خطيب، بشارب يفوت خطيب لانتيا. شو حلوة والاسيست من الخطيب. سمارت باس ماي مان. اي لاف ذيس جيم. فاول وباسكت ان. رقم 12 هاني بيعمل الفاول، بيحطها باسكت ان بطريقه ساندرز، كثير خطر هو هو ويلارد فورد. هذا ساندرز 4 نقط وعنده وحدة على الفري ثرو. طيب الاوت للاتحاد، تجاور بين قصي وغسان زركيف. يباوي يعطي ويلارد فورد اللي عم يسكر عليه الخطيب. ويلارد فورد بيفوت تحت السلة وبيسجل كمان لتحت الدياي. 8-6 النتيجة. شوفوا فيك وبطريقة ذكية بحتى ويلارد فورد. 8-6 للاتحاد السعودي. هاني لمشانتف بحاول يخترق مشانتف، لكن ما بيحسبها شيء. فاول فاول على الجوهاني، فاول على الجوهاني. شوفوا هذا الخطأ، خطأ صحيح، خطأ صحيح، ومشانتف رح يكون عنده رمتين على الفري ثرو، فرصة لننزل الفرق. أول نقطة على الفري ثرو لمشانتف. 8-7 للاتحاد، فرصة يعدل النتيجة مشانتف. ثاني واحدة على الفري ثرو مستشيرة 2-2 لمشانتف، بيعدل النتيجة للبنان 8، السعودية 8. هافنر مدرب السعودية عم يمشيله الخطة من برا، مدرب 15 سنة مع الفريق لأن هيني. عم بيلعب مرتاح مرتاح. فورد كيف ما بده عم يفوت على السلة، ما عم بيكون في هيلب أبدا أبدا. 10-8 النتيجة. الوقت قدامكم. آشا بيخدها بعيدة على 3 بوينتس، جاي اوفنسيف ريباوند، بيعطي هاني تحت السلة، فيك يا دعانا يا هاني، ريباوند لآشا، فيك 2، بيطلع آشا، بيسجل، ما بيسجل، هيعملوا معروف، كثير هيك، ست فرو، إيزي باسكت هون، إيزي باسكت، إيزي باسكت لآشا وهاني. ساندرز كل سكور للأجانب بالاتحاد السعودي. يمكن جوهاني مسجل سلة بس لفريق السعودي والباقي للأجانب. نحن فينا نشارك أكثر، لبنانية وأجانب. يلا 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 الخطيب 3 بوينتس ما بحط كمان. ديفنس فور أب سكرين بيعمله ساندرز. بيخدها 3 بوينت قصيرة، ريباوند لمين؟ لمشانتف، بيخلصها مشانتف. مشانتف بيخدها على 3 بوينت، بيعطي الخطيب تحت السلة، خطيب! يا 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 شو هالبرمة، شو هالفتلة، شوفوا شو هالحلا يا خطيب. ذا تايجر بهالوقت بيسجل، بينزل فرق 12-10. المهم
مهمه لساندرز كمان مره. ساندرز بيسجل، شوفوا بيطلع بموف كثير قوي بالشمال ساندرز. 14 10 للسعوديه. شنتف بسكر له ديفنس الشوهاني، بكمل مشنتف، فاول على الشوهاني. طابي بالاوت، ما في فري ثرو. تبديل شوهاني بيطلع، بفوت رقم 9 نادر مولد. بالمنتخب السابق قبل كان عطى كثير كمان مع السعوديه ومع فريق السعوديه. آشا لمشنتف، بفوت مشنتف، بكمل على السلية، بتفلت بتفلت، تضرب وبتطلع. 14 10 للسعوديه. فريق السعودي جامد وقوي كثير في بدايه المباراه. مضربه بخدع 3 بوينت، ريباوند لآشا، آشا بينطلق فيها، كمل آشا، بيعطي هاني مقطوعة، ترجع لهاني، بيعمل موف حلو تحت السلة، فاول، فاول بهالوقت على الابرام. 14 جاي دي ساندرز، اللعب الامريكي على ساندرز، فاولين لهلا. ذا تايجر الخطيب، هاني بفتش على نزياي، الخطيب يعطي لو بوست لآشا، آشا بيبرم بموف، آشا 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 أوجا بيسجل سلة حلوة كتير، بوم 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 لآشا، بينزل فرق. يلا ديفنس ديفنس ديفنس، هلا ديفنس هلا دي ايه آشا، حلوة حلوة منك، يلا بي أجريسيف ماي مان، ذيس إز إت. السعودي مع شرقية لنهاية الشوط الأول. 14-12 نقطتين فرق للسعودية. اليمباوي يعطي فورم، فورم بيكمل على سلة، بيخدع لحاله تحت السلة. المغربي 16-12 برجع الفرق لأربع نقط. دي كان ابو جوني اسكت جيان ثلاثة، لك دخلك دخلك يا مشنتف، دخيلك شو حلو هالسلة، شو حلو هالثري بوينت، بينزل الفرق لنقطة، بينزل الفرق لنقطة. ديفنس ديفنس اكثر ديفنس اكثر. يماوي بكمل على السلة، هذا ساندرز، ساندرز جرب يخدها على انتياي، بيرجع طابي طابي طابي، ديفنس اكثر، ريباوند لنا، يلا فورد، يمباوي فاول على مشنتف، تبديل اس كي جيا، ابو جوني رح يفوت بهالوقت. ابو جوني اللي اخذ ام في بي بكل جداره امبارح، والاخذ السنه الماضيه البيست 6 مان كانه امبارح، في كان بفوت 3 بوينت. ساندرز ما بيحط، الخطيب بيطلع على الفاست بريك بالنص، الخطيب طابي بالاوت، صحيح طابي بالاوت لصالح الحكمه. المرواني لعب اطول لعب بالخليج، رح يفوت سنتر، لعب سعودي مع فريق عم يتحضر بالتشينج. برسنتج 3 بوينتس 1 من 4 25%، 0 من 5 منه منيح ابدا على 3 بوينتس، بس من جوات السله عم بيكونوا كثير منيح. الخطيب تايجر بيكمل اول ذا واي اول ذا واي، والحكم بيحسبها ووكينج على الخطيب لصالح الفريق السعودي. المرواني بفوت محل ساندرز، جاي دي ساندرز اللي عليه خطأين بيريحوا هافنر.
15-15 الاتحاد. الوقت قدامكم. خورت مع طافي. عم تسكر عليه الخطيب. نمر من لبنان. سادس ما بيسجل. يلا ريباوند لنا. يه. شارت فاولو. طيب الاوت. معنا. الخطيب. تيرن اوفرز اربع الحكمه كتار. واحد الاتحاد مشانتف بيكمل وبفوت بيعطي تحت السله مقطوع من الفريق السعودي. فاول فاول صور على فيكين اسكيتجيان خطا الاوفنسيف فاول بيعملوا لصالح مرواني والسعوديه. طيب بتطلق ترجع مع الفريق السعودي 16-15 النتيجه. سكور واطي اكيد بدايه المباراه ديفنس عم بيكون واعصاب مباراة حامي كثير نهائية من الشامبيونز كاب. ديفنس يا بيكين. برافو يا بيكين ديفنس. سلي موفق كثير من فورد. بيبرم بصعوبة كثير على البورد بحطها. آشا. بيعطي مشنتف. شرب يخدها على لو بوست. مشنتف بيعطي على 3 بوينت بشوطها بيكين. اير بول. ما بدي يلا يلا ديفنس ديفنس ما بينفع انه نزعل على الاوفنس. رجعوا لورا وبنزعل ورا وبنعمل ديفنس ورا. ويلارد فورد يعطي يماوي للمرواني. مرواني ما بيسجل ريباوند لفيكين. يلا بدنا نساعد فيكين كلنا كلنا والدياي مع الخطيب وآشا وبشنف كلنا ما نشتغل على الديفنسيف ريباوند. الخطيب مشنتف للخطيب بيحاول يخترع على السله بيكمل بيسجل. يس ماي مان ذا تايجر. شوفوا النمر من لبنان. شرط النمر شرط ريباوند لبنان. ريباوند لبنان 18-17 فرصة انه نتقدم نرجع. خطيب بكمل آشا فوت فيها آشا. يا دعانا يا دعانا. رجع شاديفة خطيب شاديفة فورد نزل لحاله فورد نزل لحاله. ما بيسجل ما بيسجل. ثري بوينت ما بتفوت. ريباوند ل آشا. آشا بكمل للخطيب. All the way. يا دعانك يا خطيب يا حلو يا خطيب. لك مش معقول مش معقول. يا ووكينج يا ووكينج. برجينا يا على البطيء اذا بتريد قبل قبل. شفتوا الووكينج؟ ستيب قبل ما يبلش تريب. سن فورد بيسجل سن بياخذ فاول والطابي. شوفوا قد ايه عم بيجيبوا اوفنسيف ريباوند. قد ايه عم بياخذوا سكند شانس. قد ايه عم بياخذوا سكند شانس. ريباوند للجاي. مشنتف سريعة بيخدها سريعة بيخدها سريعة. 20-17 ايزي ايزي ايزي. فتشوا على السلة الهينة. الفريق السعودي عم بيفتش على السلة الهينة وعم بيلعب بشكل كثير منيح. شايف انه مش ماشي على 3 بوينتس عم بيعمل بنتريشن لجوا 3 بوينتس. طيب بالاوت طيب الاوت للحكمة. لكن الفريق السعودي شوفوا رغم كل شيء عم بيضل عنده ثقة بال 3 بوينتس وبالشوط. عم بيلعب من كل الميلات من كل المطارح من كل الجوانب. تايم اوت. حكمتكم اللبنانية نتيجة 20-17. النقط فورد 8 ساندرز 8 مشتت 5 آشا الخطيب 4-4. خطيب لآشا. بيعطي فيكين مشان تنفتل على اللو بوست على الجاي. شنتف رح يحاول يخترع يعمل بنتريشن.
فيكان بيخدها ميديستاس فاير بول كمان مرة. اليمباوي رجع لليمباوي للمرواني يعمل موف كبير موفق على اندياي. مرواني أطول لعب مع الفريق السعودي والمنتخب السعودي بيسجل 22-17 خمس نقط للاتحاد السعودي. شنتف فيكان الخطيب يحاول يفوت على لو بوست. شنتف لآشا فاول بالواد على المغربي والفاولات ست أخطاء على فريق الاتحاد خمس أخطاء على فريق الحكمة. يباوي بيرتاح بفوت رقم ستة جوهاني يلي عليه خطأين. جوهاني بدورة بدورة بفوت جاي على 3 بوينت طيب مع فريق سعودي. يلا 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 حماس أكثر ما راح أحكيكم على الأوفنس ديفنس ديفنس ديفنس. يلا وقت إنه بلش بقى وقت إنه بلش. يلا ريباوند لمشنتف ينزل فيها آشا بكمل على سلة والطابة مقطوعة من الفريق السعودي مع فور الدورة بيحاول يقطعها مغربي لابراهيم تسعة على 3 بوينتس ما بيحط ريباوند لاندياي ما حدا عم يساعده لاندياي بدر بدورة بدر بدورة بياخذ الطابة لآشا آشا بيعطي مشنتف مشنتف بياخذها على 3 بوينتس. وطالب على الاتحاد السعودي تفخر شركة طيران الشرق الأوسط برعاية بطولة الأندية الأسيوية لكرة السلة. معنا المصاري بتجي أسرع ما بتروح. ويسترن يونيون أسرع طريقة لإرسال واستلام الأموال حول العالم. من آلاف السنين وبيروت بتعرف إنه الأحلام حتى تتحقق بده يكون الهدف واحد والحلم واحد. أحلامنا اليوم ما لها حدود. بنك بيروت معك بلا حدود. أشقوان موني ملح قليل من مراعي هونغاريا. أشقوان موني شو طيبة يا عيوني. عودي لكم مباشرة من أرض لبنان غزير في الجولز 8 من 24
معنا زيادة مش كتير أكثر أحسن الاتحاد 12-31. فاول لصالح الخطيب. سبع اختصر على الفريق السعودي بتخطابي من الاوت بعد فاول بصير يشوت فري ثرو. شوطين على الفري ثرو. اشا يعطي لبدر بدوره للخطيب. خطيب بشوت مره اثنين بجيب ثلاثه تسلي خطيب. يا 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 This is the power. هيدي الاول هيدا النمر من لبنان. شوفوا الباور الخطيب. Yes my man. بحب اللعبه يا خطيب. يلا ساندرز ريباوند لنا. هلا بكون في بوكس اوت منيح. اوكي ذاتس اوكي ذاتس اول رايت. شوف الانجليزي يطول اليوم مش قليل ابدا. برغلني 22-22 ريباوند 16-16 الحراره 16 كمان محرور. دخل مروا معروف باردون يعملوا معروف. اشا يا اشا هطبيت عم ضيع يا اشا تحت السله للخطيب. يا تايجر شو حلو اليوم. والخطيب شوفوا ولع الخطيب اليوم از اون فاير. لبنان بيتقدم بشوطه. مين لبنان؟ مين حبيب قلبكم لبنان؟ مين بلدكم لبنان؟ روح يا مشتف اول ذا واي. اشا فاول. This is foul my man. شوفوا فاول كثير قوي وقاسي على اشا. مش معقول على مبروك الحربي. عشان ساندرز اكيد واللاعبين السعوديين راح يكون كل شيء منيح. اخ راح جاوا الملعب شفت راح. اشكال كمان مع الفريق السعودي وشفتوا قدامكم على الشاشه كمان المدرب بيسحب الفريق لبرا. حساس عم بيكون المدرب حساس كثير. هلا
هذا بنش فريق السعودي ومدير فريق مسؤول بالفريق السعودي كمان. اشكال بسيط بسبب باي مباراه اكيد تشنج شوي بيكون. شفتوا الفاول كنتوا على اشا، شو صار احتكاك بعدين بين اللاعبين بتتهدى، بتشوفوها بلبنان ببطولات اوروبيه بالان بي اي، بتكمل عادي المباراه والحكام بيقرروا شو لازم يعملوا. مدرب السعودي كل شوي عم بيرجع يطلع. لكن حسب ما الحكم عم بيقول انه في فاول على اشا، في فاول على اشا وبعدين في دبل فاول. نشوف على مين اللاعبين من فريق الحكمي والفريق السعودي. تشنج اكثر عم بيكون بالنسبه شو عم بيصير مزبوط ما بعرف، بس ما الحكم بيقرر وبيعمل دبل فاول، بيعمل تكنيكال فاول وبيعمل سكواليفاينج فاول، بيطلع واحد لبره اذا بده، بس مش هالقد كل شوي بيكون في امين عام الاتحاد الاسيوي اكيد مع الحكم يلي عم نشوف شو راح يكون في يعالجوا الموضوع، كيف راح يعالجوا الموضوع. مشلتف اكيد بمعنويات عاليه لترجع تكمل المباراه والفريق السعودي يفوت، لان بين اثنين صار الاشكال يعني مش كثير شافوا اشكال. لكن باقي من الوقت الشوط الاول دقيقتين 45 ثانيه، اول مره بيتقدم الحكمه 24-22 وفريق الاتحاد عم يلعب بشكل كثير 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 مهم. لاعبين مميزين مع مدرب قلت لكم صاروا زمان معهم مع فريق من سجم، سعوديين بيلعبوا كثير منيح لان اغلبيتهم موجود بالمنتخب ولاعبين الاجانب، في واحد منهم تراي اوت تراي على الام بي اي.
الإداري عم يرجع يفوت كمان مع المساعد المدرب سامبا سيس اللي هو من السنغال. والإشكال إن شاء الله أنه بيكون كل شيء منيح لصالح الفريقين، الحكام رح يكونوا عادلين أكيد. If there's nobody, you make it. اشا بجيب الريباوند بيخدها فيك وفاول، فاول قاسي كتير كان على لاعب رقم 10. مبروك الحربي، بيصير في شويه كلام هون. الحربي بيقول له شيء، بيضربوا لاشا على راسه وبشيل الاشكال اكيد بين اثنين. بهيك حاله بيكونوا اللاعبين هون، كان لازم يكون في تهدئه اكثر. لازم نهدي نحن والفريق السعودي اثنيناتنا، نهدي لنكمل مباراة نهائية. عم شوفوها ملايين الناس لاعبين على الملعب، تكون برواء أكثر من الفريقين. عم بقول للفريقين أكيد وإن شاء الله كل شيء بيكون منيح ونكمل المباراة، لأن بالنهاية هي رياضية. بالنهاية رح يكون في من هالفريقين بطل للأندية الآسيوية الليلة. الشوط الأول من المباراة، 24 لبنان 22 سعودية، ومباراة عالية كتير، مستوى عالي كتير بالباسكت العربي. أكيد نحن والأخوين السعوديين لحتى ننهي ونختم مباراة نسكافيه شامبيونز كاب بآسيا ليكون البطل فريق عربي أكيد حامل علم وأبطال آسيا لسنة 2000 مباشرة من أرض لبنان. آشا أشروشا صار لي 10 دقائق جدية كثيرة، ما في يتحمل هالقد. أربع نقاط، ست ريباوند وأسيست. عشان بسجل أول وحدة على الفري ثرو. جميل، المدرب السعودي على الطاولة موجود مع الحكم عم يستفهم انه هلا دبل شات لآشا اكيد على الفاول.
كمان بياخد اشا ويمكن نمبر 10 دبل فاول، بعدين رح يكون في بتوين بين اللاعبين. اشا بعد ما خلص الفري ثرو بتكمل طار، سوري مش حكيتها غلط، مش رح يكون في بتوين، لكن في الدبل شوت وصار في دبل فاول. يعني اشا ريباوند لم شنتر، ريباوند لم شنتر، 26 لبنان 22 سعوديه، دقيقتين ونص. فاول واحد على اشا، اشا اشوشا، اشا بيخدها 3 بوينتس. يا دعانا يا اشا، اوون شوي اوون شوي، فورد عم يسكر له الخطين، يعملوا امس كوين ساندرز، يعني ساندرز بي بيك اند رول، يقطعها بدر بدوره، لعبه ذكيه بين فورد وساندرز. فوق انعمل بيك اند رول، يعني بيعملوا سكرين فوق، بيروح فورد، اللاعب الثاني اللي مسكر للاعب الثاني بيروح عليه، بيفضى، كانوا دبل تيم عملوا على، شوفوا بيفضى تحت السله وبيخدها ساندرز، راح يكون عنده رميتين على الفري ثرو. جي دي ساندرز ما بيسجل اول فري ثرو، بتبقى النتيجه 26-22، 8 نقط واثنين ريباوند. ثاني فري ثرو بحطها واحده من اثنين لساندرز، جاي لبدر بدورة، بدر يعطي آشا، آشا لاند جاي يخدع على لو بوست، جاي جاي شو قوي. 26-23 دقيقة 44 ثانية لنهاية الشوط الأول، شو هاني عم سكر عليه مشنتم، بطلع جاي بالأوت، منيحة جاي، يلا محاولة منيحة، مهم ديفنس ونحاول انه احنا موجودين على ديفنس قبل ما يستلموا الطابة. زاد زاد تايجر زاد ساندرز ووكينج، بدر مدورة يعطي آشا، لانتياي جاي عم يجرب يعمل له اب سكرين فوق، خطيب ياخذ لو بوست، بدر بدورة، بدر لآشا، آشا بياخذها على الميديستانز، يا مقطوع مع الفريق السعودي، بترجع دقيقة على قد نهاية الشوط الأول من المباراة، 26 لبنان 23 سعودية. ديفنس ديفنس، خطيب على فورد، قوي شوي ريباوند لاندياي، فاول اوفنسيف فاول على 14 ساندرز اللي بفوت محله المرواني، ثلاث اخطاء صار على ساندرز. جاي رح يكون عنده رميتين على الفري ثرو، يا لاندياي سيل تو بلاي، أمو معروف أمو معروف أمو معروف في منطقة ملا تي ملا جاي 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 يسجل ثاني وحدة، 2 من 2 لاند جاي 28-23. أصيلي من شوهاني، ريباوند يا شباب، ريباوند على آشا، خطأ على آشا، كمان فريق السعودي رح يكون عنده رميتين على الفري ثرو، على الحربي رح يشوط رميتين على الفري ثرو. أول وحدة ما بيسجلها، مبروك الحربي. واحد من اثنين لمبروك، أربعة مبروك، أربعة
10 2 على الفري ثرو قبل انسايد ساندرز 2 حط وحده وهلا مبروك حط وحده. الوقت رح يمشوه على الاخر فريق الحكمه 16 15 28 24 نقط. الخطيب بياخذها لو بوست لو بوست فيد واي فيد واي بالقطع اشا اشا تحت السله بيطلع فيها اشا اشوشا لندياي للخطيب الخطيب بياخذها سنتين اوفنسيف فاول تايم اوت قبل سنتين من نهايه الشوط الاول للمدرب الامريكي فريق الاتحاد اللاعبين الاجانب شوفوا فورد كانوا موفقين كمان بالشوط الاول اشا شوشا شوفوا سلح حلو كثير لاشا شوشا باحلى مشاهد لنهايه الشوط الاول ذيس ذا فيرست هاف تايم من الاي بي سي تشامبيونز كاب والخطيب تايجر نمر من لبنان بشوطه ورميات حلوه كثير كمان هون الخطيب جولدن هيد 10 دقائق ارتاحوا ما تنهزوا كل شيء شيء مبرداتكم اكلاتكم كل شيء تحطوا كل شيء بصالوناتكم وباعدادكم لحتى نكون ب 10 دقائق بريك وبنرجع السعوديه 4 نقاط الشوط الاول قلت لكم كان في مثل اشكال صغير ان شاء الله الشوط الثاني مثل ما بتحبوه يكون بعد شوي رح نشوف ستاتستيك رح نشوف اشياء كثير حلوه كمان رح تكون فريق السعودي اكيد عم بشوطوا ويحميوا قبل ما يفوتوا بالشوط الثاني مثل ما بقول لكم على طول الشوط الثاني من المباراه بيكون هو المباراه ب 20 دقيقه تحت اللعب لتحسم مين راح يكون بطل الانديه الاسيويه ال 11
بيضون اكيد موجودين. وزير الفرجية اكيد عم يحضر، ليش لا، ما بيحب الرياضة وكل الدولة والناس عم تحضر اليوم. جوهاني ان شاء الله ما يكون صار له شيء، زحته تحت يمكن كان في مي او اي شغله، ان شاء الله تكون على سلامه للجوهاني. شوفوا عم ياخذ باور جامب تحت السله ستيب. الشوط الثاني لكان من المباراة 28-24 للحكمة، سكور بينعط واطي اكيد، بتعرفوا ديفنس مباراة نهائية وضغط ضغط دلي ضغط يا دلي دلي جاي لابو جوني خطيب يخدع ثري بوينتس عمو معروف عمو معروف ريباوند لميلان جاي بتروح للمغربي مع فورد لعب الامريكي مع فريق الاتحاد يعملوا اب سكرين مغربي المغربي بيعمل موف بيشوط على الخطيب ما بيسجل ريباوند لانزياي زياي بيعطي بشنتف شنتف بيحاول يخترق بيفوت على الميديستانس يا دعانة يا إلي يا دعانة يا دعان قلبي معلش ديفنس ديفنس جوهاني يخدع على 3 بوينتس رجع بيجيبها ما في ديف ما في الديفنسيف ريباوند كان ينباوي على الفوق 3 بوينتس على النص يخدع ساندرز ريباوند لانديي ريباوند عالي لانديي لقطوة فورد بيخدع 3 بوينتس بيسجل 3 نقاط فورد يا ريباوند موفق من لانديي بينزل فرق الفريق السعودي 28-27 شنتف على رواق بيخدها المرة هو على 3 بوينتس أبو جوني بينط على الريباوند ما بيجيب ريباوند لفورد ينباوي كانت ترجع لليمباوي بيعطي على اللو بوست فورد عم يسكر له الخطيب فورد بشوط وبيسجل فورد يعمل موف كثير موفق على الخطيب بيسجل السعوديين بيرجعوا بيتقدموا بنقطة بعد ما سجلوا 3 بوينتس بداية الشوط الثاني وشوطة كمان. آشا بيعطي على اللو بوست ندياي. للخطيب. لآشا أشوشا. للخطيب. الخطيب بيخدها المرة هو على 3 بوينتس. أبو جوني بجيب ريباوند طبيب الأوت للاتحاد. نقطة لألوم بألوان 29-28. فاول على الخطيب خطأ على فادي الخطيب فورد عم يجرب ياخذ تقريبا الموف تبعه تحت على اللو بوست لازم تب شوي معه على الدبل تيم حدا يساعده للخطيب على فورد
هاي بالاوت للاتحاد. جوهاني مشلف عليه وآشا على الفورد شو طوي ريباند لفيكين آشا عم يسكر له فورد آشا بيكمل على سلة شلف في خدها 3 بوينت سوي شوي يا إلي دعانا دعانا طبي بالأوت بداية مش ما لازم تكون مش مثل ما لازم تكون بداية الشوط الثاني يلا يلا أفضل أفضل من هيك 29-28 خطأ كمان مرة على آشا ثلاث فاولات على آشا بيعمل خطأ على المغربي صالح الحكمة متأخرين بنقطة واحدة 29-28 فرصة ترجع لحتى نسجل على قليلة أول سلة نكسر هال السلة أول سلة بالشوط الثاني يلا يلا خطيب يلا خطيب خطيب يعملوا دبل سكرين في كين وآشا لمشانتف تحت السلة على لوب لوبوس بيخدها برجع آشا فورد بيقطع الطبيب الأوت 3 بوينتس 14 شوفوا النسبات قديش قليل للفريقين واحدة من 11 الشوطات من برا ما عم بيكون في تركيز او اعصاب اذا بدكم منيحة عند الفريقين دياي لفيكان للخطيب خطيب يعطي اشا يلا شوت كلوك شوت فيكان حلو يا ابو جوني يا 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 يا, يا. شو هالموف الحلو دعانا لك مش معقول الحظ خمس دقايق والحكمة ما سجل ساندرز بيشوف ما بيسجل ريموند لميل الخطيب يلا خطيب يلا خطيب اتس اوكي شو قليل اذا ملاحظين فاست بريك بهالمباراة شو قليل الفاست بريك آشا يعطي مشانتف عم يسكر له الجوهاني فاول على الجوهاني فاول على جوهاني ثالث فاول على جوهاني ثالث خطا ومشنتف رح يكون طابي معنا بالاوت الخطيب لانزياي بيعطي فيكان اشا لفيكان مشنتف يخدها على اللو بوست ظهره على الجوهاني مقطوع من الفريق السعودي فاست بريك فورد بينطلق فيها بسجل سلة 31-28 سبع نقط لحد هلا مسجل الفريق السعودي ولا نقطة للحكمة يلا يلا رح يصير مارق ست دقايق بداية الشوط الثاني ولا سلة ولا نقطة آشا بفوت تحت السلة آشا بيعطي الخطيب تيك ات خطيب 3 بوينتس فيكان خطيب 30-31 نقطة للفريق السعودي شوف السكور شو واطي عند الفريقين 30-31 خطيب يعطي مشانتف يحاول يخترق مشانتف يفوت على السلة بيعطي الجاي حلو 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 يا مشانتف ذكية يلا يلا كمان قاعد يلا شباب يلا
شوفوا هيدا البنتريشن، هودي اللعبات بدنا نكسر شوي الديفنس. كيف بدنا نعمل اذا بنعطي فازات برا؟ يه جاي رح يكون عنده رميتين على الفري ثرو. جوماتا مالان تاندو، حلوه مالان، مالان تاندو، مالان تاندو، يعني ما يكون في مالان تاندو انا وياك. نو 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 نو، هاي مالان تاندو هاي. يلا ان شاء الله الثاني، ان شاء الله الثاني. دياي اتاندو اتاندو، هيدي مالان اتاندو. خطأ على أبو جوني، الخطأ الثاني على أبو جوني، الثالث على أبو جوني. فاول، الخطأ صحيح على أبو جوني. تايم أوت. جبني 15 نقطة لازم تلاقي حل لفورد، تلاقي دواء. ساندرز 9 الخطيب الثاني بشدف 8 و جاي 7. ساندرز أول وحدة ما مسجلها مبيني طالعة مش جالسة من إيده. سجلها واحد من اثنين لساندرز، عم بيكون على طول بشوطاته على الفري ثرو. الخطيب 32 31 للاتحاد. اشا بفتش على انزياي على اللو بوست، عم بسكر عليه ساندرز. الخطيب بيعطي في كام لاشا، اشا اشوشا بيعطي بيرجع على اللو بوست. بعطي خمس ثواني، تيك ات اشا 3 بوينتس. فاول، الخطا على مشنتف، الخطا على مشنتف. اوفنسيف فاول، بيعمل بوش على جوهاني. اليمباوي 32 31 رجع الطابة للفريق السعودي. اليمباوي بفوت على سلي واسس، بعدين اليمباوي عم بفوت وبيعمل اسس و 3 سكندز بحسب العقم، 3 سكندز لصالح فريق الحكمي لبنان. الخطيب بيعطي مشنتف، بجرب يخدها على 3 بوينتس. الخطيب بكمل فيها على سلي، خطيب فاول، فاول لصالح الخطيب. This is it the tiger. دبل شوت، هيدا التايجر. ها شفتوا؟ مظبط شوي الشوفير من ورا اليوم، ظبطهم. شو هالشوفير حلوين؟ بوكو جولدن هيد عنده رميتين على الفري ثرو. عمون معروف، عمون معروف. جولدن هيد، يس 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 يس. ثاني وحدة على الفري ثرو، تيك ات يس. بوم 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 بوم. وجع الخطيب اليوم، وجع. 33 الحكمي لبنان، 32 للاتحاد. يلا رايكم انتوا، انتوا كمان بيوتكم عم بحكي معكم بالاول، بعدين بحكي مع اللعيبه. سالوا مع لعيبتكم على رايكم لتعال لنعمل ديفنس لنكون كلنا سوا. شوهاني بشوط ريموند لمين لدياي، يلا دياي. اشا شوشا، اشا بخدها للخطيب بالتايجر. شدب بخدها بفوت فيها على البيس لاين، بخدها شدب ابو معروف. يا شدب شو عم تعمل يا مشتب؟ عبود معروف. Nobody, nobody is like my man tonight. يلا come on, come on, come on, come on. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. This is it, this is it. حبة بحبة.
حلو، باس كتير ذكي من فورد، كتير طابة حلوة لساندرز بيعطيها تحت السلة، اسيست موفق، باونس باس بالأرض يعني بيعطي الطابة يفتلها هيك هيك هيك. شوفوا ها فيك تايم اوت. C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. عشر سيارة جولف موديل 2000 كاملة التجهيزات، جمع 24 اتيكات لتر ونص أو 48 نص لتر حتى بنغلف مع قسيمة الاشتراك بالصناديق المتوفرة بنقاط البيع أو ارسلها على العناوين المذكورة بقسيمة الاشتراك. صحة صحتك بالدني. عودة للمباراة، مش موافقة بيكون ساندرز على الفري ثرو، عودة لأرضكم، عودة للبنات، سجلها الثاني واحدة من اثنين كمان مرة، لستوا معكم منيح. الفيلد جولز 12-43 للحكم 22% بعده الاتحاد أفضل 14-46. الخطيب بسكر عليه السنحاني، السنحاني عملكم هلا لعب بشوط كثير منيح على 3 بوينتس، معروف مع منتخب السعودية وأحرز الميدالية الذهبية مع الفريق السعودي ب 97 بلبنان. الخطيب تحت السلة على اللو بوست، لو بوست بيخدها، طابة مقطوعة بالاوت، الاوت لصالح لبنان. الخطيب لمشنطب، عم بيعملوا دبل تيم عليه، من رقابل مشنطب، من رقابل، بيعطي جاي تحت السلة، لازم تتمرق قبل، عم بيطبوا دغري على الدبل تيم، عم بيعملوا الديفنس خصوصي تحت على البيس لاين تقريبا. ريباوند لمين؟ لعاشا أشوشا، عاشا يروح فيها بيكمل، بيعطي مشنطب بياخد فادي تحت السلة، الخطيب لا يا خطيب، لا يا خط، لا لا لا، ديفنس ديفنس ديفنس. يا 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 شو حلوة من أعالي السطوح بكين أبو جوني، بيعطي مشنطب، فاول فاول لصالح مشنطب. شو حلوة من دياي، دياي مانيفيك، دياي فانتاستيك، دياي خليك وما حدا يأذيك. شوفوا نجاي، ما حدا بيفوت على نجاي، nobody nobody. عبطش nobody معي شوي. مشنطب يعطي آشا أشوشا، جرب يفوت على البيس لاين ما بيخدها، ترجع لنجاي، عمو معروف، عمو معروف نجاي، take it take it take it. بهالوقت خطأ كمان مرة على أبو جوني، لا أوفنسي فاول، سوري أوفنسي فاول على المرواني، أوفنسي فاول على المرواني، بعتذر مش على أبو جوني، بعتذر يا أبو جوني، منك ومن جوني منيح. أوكي بسطت شفت هايلي داي 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 لي كانت لي اللي 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 او صليت ابو جوني لي يعني الي حرام يا بودي هيدي حتى يا بودي شو بك يلا ديفنس ديفنس ريبا
ريباوند ريباوند لابو جوني. ديجي ديجي الاجواء كيف ديجي دخل حالي حكي مربط ومربط مدري شو مني شو سرمع مدري شو بقى مدري بقى آشا بجيبها كمان مرة آشا تحت السلة تايكت آشا تايكت آشا فاول فاول داي دعانون والله كم ايزي باسكت تحت السلة شفتوا شو صرنا مروحين شفتوا ديفو وي 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 minutes 28 seconds left حيالله left مثل ما بدكم نقول left وجيبوه ان شاء الله بجيب كل شيء نحتفل فيه الليله اكيد اشوشا بيسجل ثاني يا اشوشا امام مارو امام مارو الرئيس لك هالسلات الحلوين فقط الرئيس يلا الحماس معك والمعنويات لجمهور وشعب لبنان ريباوند 36 ريباوند الحكم 27 احنا الافضل بالريباوند فورد رقم 12 قلت لكم ما قلت لكم قولوا لي ما قلت لكم نبهتكم سنحاني شويت كثير محسوسي على 3 بوينت بحط سلي بينزل الفرق لسلي 37 35 الفرق لا الفرق نقطتين 37 35 النتيجه اشا طيب الاوت لا تكنيكال فاول تكنيكال فاول بيحسب الحكم على فورد الحكم بيحسب تكنيكال فاول على فورد تكنيكال فاول على فورد والخطيب تايجر شو هالغرغورة الحلوة اليوم شو هالغرغورة الحلوة كتير يلا تايجر اي 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 نقصتي طشات بالفينال ما بدي هز انا حكمني رشفة مو معروف مو معروف هاي طشة وفاتت يلا خطيب يلا يلا ديفنس ديفنس لما نقول قوي 38 38 الوقت قدامكم لنهايه المباراه اوتا سكور يمكن اشا بيكمل على السله بيكمل اول ذا واي بيعطي فيكين فيكين بشوطه شو حلو شو حلو شو حلو شو حلو يا السله لابو جوني العيل الحلو الموسيقي اس كان جا كان يو هير مي خطيب حلو حلو فاول 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 رح يكون عندنا رميتين على الفري ثرو رح يكون عندنا رميتين للخطيب للتايجر على الفري ثرو يا 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 سعد فخامة الرئيس شو صار ما صار شيء فخامة الرئيس حط فاول وراح نشوط فاول وراح نشوط شو صار رح اقول لك شو صار الجواب مع التايجر الخطيب شفت يا 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 شو حلوه هالسين اليوم مع فخامة
سعاده الرئيس. مثل النار خليني هلق. يا خطيب لو لحلي لقلك لو لحلي مرجحلي بايدك مرجحلي شاورلي يا البني شاورلك يا البني فور بلوكشات يا ملكاي ريباوند يا مشتم حلو يا مشتم حلو يا مشتم that's alright that's alright that's okay 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 يا 35 الوقت الدايم بخمس دقايق ونص مشتم بيحاول يفوت لا يا مشتم ايزي ايزي عمهلك عمهلك ما مش معشوقين ابدا والشوت كلاك قدامكم اشا بيفوت سبين موف يا شو حلو يا اشوشا اشوشا از اون فاير لبنان ولع لجاي لبنان شرقت المغربي مع 3 بوينتس بينزل الفرق من 9 نقط ل 6 نقط الخطيب يلا يلا شو حلو الوقت يمرق بسرعة أمرا ما نحب الوقت بس هلا شو حلو يمرق بسرعة حلو إيه أمو معروف بودي سرع شو أمو معروف أمو معروف أمو معروف أمو معروف يا 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 هيدي بركة الرئيس ولبنان وكل الدولة وكل المسؤولين بلبنان وكل النواب من كبير لصغير بركة معك يا خطيب تايم أوت تامبور اللعبة. I love this game. I love your defense. Come on. بيفوت سلي حلوة لا. ساندرز ولا فورد داخل كون. فورد. ليه حنر. لا. 49-43. الوقت قدامكم. سلي مهم كتير هلا سلي. مهم كتير سلي. مهم كتير سلي. مشان تاب. بيطلع بيخدع على شوهاني. شنطف باس بمر الى بعد بيه 5 ثواني 4 ثواني خدها 3 بوينتس 3 بوينتس يا شنطف ليه شوطه 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 كان خلص الوقت 30 سكند طب يلا ديفنس معلش ديفنس جايز كم اون شوهاني قصيري بخدها المغربي وفاول على اشا فاول على اشا اخذوا سكند تشانس يا شباب فاول المغربي بيخدها يا ديعانا كان بدنا بوكس اوت شوي المغربي بيسجل بكل ساعة وخبرة اول وحدة على الفري ثرو بينزل الفرق المغربي ثاني على الفري ثرو كمان لعب المنتخب المغربي من اللاعبين المهمين والاساسيين بمنتخب السعودية مشنتف الخطيب 3 دقايق ونص تقريبا لنهايه الشوط الثاني والمباراه بطوله الانديه الاسيويه ناس كافيه تشامبيونز كاب مباشره لكم من لبنان تخلصوا بنعرف مين بطل الانديه الاسيويه طيب رح ترجع لفريق الحكمه لان ضربت باجره للمغربي بيكمل طيب الاوت كمان مره لفريق الحكمه بترجع طيب الاوت ايزي فادي ايزي 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 يلا عمالك تايجر جاي ليه بسرعه طب ليه يا عم الحكم بيحسبها جول تاندينج وانا لمته شوي بسرعه على جاي كيف شاطها لكن في 3 ثواني من شوت كلوك وجول تاندينج صحيح لصالح الفريق السعودي شوطه رجع الفرق 49-47 لصالح الحكمه اقل من 3 دقائق لنهايه الشوط الثاني والمباراه دخلكم انا لا 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 مش قلها هي لا شنطه بيحاول يخترق بيكمل قصيري بجيب ابو جوني ترجع الطابه لفريق الاتحاد الينباوي اكيد
انا ما قلت ضويت شموع، مش عم بدري لكم اياها، لان عملوا معروف ضوع، عملوا معروف. فاول على ابو جوني، فاول على ذيكين. الخطا لصالح فورد، ما راح يشوط بعد، عندهم فاول واحد بصير يشوط رميتين على الفري ثرو. المغربي بيخد على 3 بوينتس هالمره، ريباوند لاشر، ريباوند لاشر. اوه تفرجوا تفرجوا ان شاء الله تفرجوا مثل ما تفرجت. شو صار لك ابو جوني؟ سلامتك سلامتك، شو بك شو بك؟ خير تعسي ناقصه يمكن كشف هيك بدنا نزلع. مو معروف، مو معروف تحاك شوي لنقول انه ما في شيء، ما في شيء، في شوي شيء شوي. رح يفوت محله بدر بدوره، بدر بدوره عمل معروف. شوطة للحكمة، دقيقتين وعشر ثواني لنهاية الشوط الثاني والمباراة، الوقت قدامكم والسكور قدامكم. هاي السلة مهمة كثير، هاي السلة مهمة كثير، اعملوا معروف. مش انت مش انت الطبيب الاوت، ديفنس قوي عم بيكون عم شنطف على فريق الحكمة بهالوقت، اجريسيف ديفنس فريق سعودي. جاي فاول، الفاول على المغربي، فاول على المغربي، وعنده رميتين رح يكون على الفري ثرو. مين؟ لمانيفيك انجاي، خمسة فاول على المغربي. مرواني رح يفوت محل المغربي. رميتا على الفري ثرو لاندياي، سيلت بلاي سيلت بلاي. مش ملا 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 مش كمان، كل الكلمات اللي بتشبهها دي نيه با دو 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 دو. يلا يلا عمو معروف، سيلت بلاي سيلت بلاي سيلت بلاي ياندياي. شو كانت ديفنس جوهاني على ثلاث نقاط، بحط ثلاث نقاط جوهاني وبيعدل النتيجه 50-50. والله حاضرين قبل ما كنتوا خبروني انه هيك شنطر. جوهاني يلي الحكم ما بيشوفها شيء، طابي بالاوت رح تكون مع فريق الحكمة، طابي بالاوت مع فريق الحكمة. 50-50 النتيجة، دقيقة و25 ثانية لنهاية الشوط الثاني والمباراة للاي بي سي نسكافيه تشامبيونز كاب. اخ الكاب، اخ بقي لي على القد دقيقة و23 ثانية اجرين، بعد هالقد ما بكره كفي، أنا ما فيي بقى، هالقد بقي لي أعصاب، ها؟ مش أنت بكمل. الخطيب على 3 بوينت! يا رئيس، شفتوا للتايجر يا فخامة الرئيس، شو هالخطيب اللي ولع، اللي شرقت، اللي فرقع، ساندرز اللي خدها، مقطوعة، مقطوعة. وتمريره رائعه واعصاب وخبره عند فريق الاتحاد والفريق الامريكي. ضووا شموعكم هلا وبلكيكم، اربعوا تلفزيوناتكم، اربعوا شاشاتكم، عيطوا لقرايبيكم واخوالكم وعماتكم واصحابكم دخيلكم، هودي اللي بخلصونا وبيصلوا لنا، عيطوا لهم من كل لبنان، بتعرفوا اللي مغتربينكم، افتحوا خطوطكم، شغلوا كل شيء فيكم من صلوات للبنان، اعملوا معروف. الوقت قدامكم اعملوا معروف. جوهاني لفورد، لفورد مقطوعه من عشر، مقطوعه من عشر، طبيب الاوت، طبيب الاوت، طبيب للحكمي بالاوت، طبيب الحكمي للاوت، طبيب الحكمي للاوت، طبيب للبنان بالاوت، بالاوت 20 ثانية
المصاري بتجي أسرع ما بتروح. ويسترن يونيون، أسرع طريقة لإرسال واستلام الأموال حول العالم. ماليزيا بانبانز ديودورنت فريتز كولا وأورنج بوم، انتعاش مش معقول. ماليزيا بانبانز ديودورنت لجيل جديد بس. Come fly very far in a world of bizarre. Life changing seems like a dream. In the heart of romance, time flows like a dance. Things grow like jewels in hand. Caresse le palais, flatte le gosier. The essence of fruits melts away. Dans tous les fruits. عشرين ثانية. Only 20 seconds we need. بدنا 20 ثانية منكم. أربع كراسيكم. سندوا حالكم. إيديكم. ثبتوا إجرايكم. ثبتوا إيمانكم بلبنان. العايزين وفادي الخطيب. The Tiger. روح فادي. روح. It's okay. It's okay. Easy. كلنا easy. كلنا easy. Easy basket. يلا 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 يلا. رميتها على الفري ثرو. رميتها على الفري ثرو الخطيب. فاول فاول. الفاول أكيد ذكي من فريق الاتحاد السعودي. بعد في 16 ثانية. تايم اوت لمدرب السعودي. تايم اوت. عشرين ألف آلية، 520 طيارة، كل هالإمكانات لخدمتكم من شركة يو بي أس للبريد السريع. يو بي أس وين ما كان بلمح البصر. It has a 5.9 liter Magnum V8, the biggest engine in its class. Introducing the incredibly powerful Dodge Durango. خطيب لكوندو رميتها على الفري ثرو. The Tiger. وجه لبنان عم نشوفه من وراك. من وراك عم نشوف وجه الحكمة اللي واقفين وراك. إيماننا كبير. الخطيب معك ومع الحكمة وفخامة الرئيس. أعمل معروف. أعمل معروف. أعمل معروف. أعمل معروف. بدنا وحدة حلوة. خامة الرئيس ارتحنا ارتحنا يلا. ان شاء الله بنرتاح معك اكثر. يلا نرتاح معك مع هالسلي وبنكون كلنا فرحين بهالمباراه. ريحنا خطيب. جاي جاي جيب الطابه. طابه مع الخطيب. الخطيب فاول 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 بهالوقت. فاول 12 ثانيه. اعملوا معروف اعملوا معروف. قربوا قربوا اكثر. جيبوا لطخات سبيرتو. لطخات حطوها على راسكم بتنزل الحرارة. أنا حاطط لطخات بس ماشي لطخات بس ما عليها شيء بس عليها إنه إيمان كبير. يلا 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 مو معروف عشا مو يا حلو يا عشا شو حلو يا عشا شو حلو يا خامة الرئيس. ثلاث سألنا عشر ثواني عشر ثواني. طبي مع فور طبي مع فور. إيز 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 فور فور بيخدها. المرواني المرواني بيخدها. ثري بوينت ثري بوينت. طبي معنا تاي تاي تاي. يا 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 لبنان يا لبنان يا لبنان. يا الله يا الله يا الله يا الله يا حبيبي قلبي يا فخامة الرئيس ويا بريزيدنت. مبروك مبروك. يا فرني شكلكم ويا فرني راسكم. Yeah.
أهل الشمال وكرم أهل الشمال وطيبة أهل الشمال. قالوا لي دخلك دخلك أنت من وين؟ قلت لهم أنا من بيروت عاصمة لبنان اللي ما بتموت. قالوا لي لك كيف هالجسم كله عايش؟ كيف هالجسم بلا قلب؟ وين القلب لا يعيش هالجسم؟ قلت له لك. قالوا لي قلبك وين؟ قلت له لك قلبي شلوم وأرض شلوم وأهل شلوم واللي عم يحبوا أرض شلوم. قالوا لي منيح في فيلم هلا في. قالوا لي لا لك عودنا نسألك هالجسم مين رح يحافظ عليه؟ مين رح يعيشه؟ مين رح يسهر عليه؟ مين رح ينتبه له؟ قلت له مين غير فخامة رئيس الجمهورية العماد أمين لحوت يلي سهران على البلد مع كل الدولة مع كل الوزراء والنواب وكل واحد صغير وكبير بهالبلد. بعني الكل وبقلكن انه هيدي عبرة لكل اللبنانيين يرجعوا على ارض لبنان ما يعود في مستربين. ارجعوا احتفلوا هون ارجعوا عيشوا ما تصيفوا صيفوا وشتوا بلبنان ما البركات والخيرات طالعة من لبنان وبلد بيسعنا كلنا. ما هيدي ما قال فترة قريب بتعرفوا شو قريب؟ مرقنا بقريب صغير نكسي وقت الحرب. هلا صحينا ان شاء الله هلا بعد في شوية رشح يعني وصحين الأنراض بوجود تخط الرئيس بوجود كل اللبنانيين اليوم أبطال بالعلم بكرة بالرياضة البعد بالثقافة البعد بالسلم. يا سلم ويا سلام على لبنان يا سلام. شو هالحلا ارحبوني على هالمباراة اجري داخلكم اديلو ودوني واعطوني قوي لكمل معكم سهرة للصبح ان الله راح للصبح مع كل لبنان وكل السهرانين وكل المغتربين على قلب شيء الفضائي اللبناني. وهون كمان بلبنان على قلب شيء الارضي رح كون معكم مباشرة لاخذ اتصالاتكم وعيش اجواءكم وعيش دموعكم وعيش فرحكم. ما انا موجود لعيش كل شيء معكم الفرح والزعل وكل شيء. ما انا معكم بالزعل مثل ما كل اللبنانيين نحن مع بعض بالزعل وبالفرح وبكل شيء. منظر من اعالي جبال لبنان يا حكمتنا اللبنانية. هلي عالريح مع فيروز هلي عالريح مع اخواني الحبيب هلي عالريح مع شعر البلد هلي عالريح مع كل العالم. من داخل من داخل من داخل من داخل من داخل تحيي لك برسيدان لك يعطيك العافية. وهيدا العرق للبنان خلوها لبكره مع لبنان خلوا لكل شيء نديكم للبنان كتروا له كتروا الكاس لحتى ما يطفي ينديكم بحياته مش بس الليله. فرجيني قلبك يا فيكان يا مشنتف يا بولس يا كل لعيبه لبنان. اذا بتقولوا لي منين جايب صوتي اليوم جبته من الرب من رب لبنان ورب واللي هو حافظنا والله يلي حامي لبنان. جايب صوت وجايب معنويات وجايب حماس لحتى كمل معكم. هيدا جمهور لبنان كله اجى على الشفية وكله اجى على غزير كله اجى ليحتفل. يا لطيف يا لطيف شو هالحلا شكرا لكم شكرا لجمهور لبنان شكرا لكم اشعبي عبي قص الشبكة بتستاهل يا عاشق قص الشبكة. هيدي هيدي يلي رح نحمل فيها أبطال لبنان هيدي حطينا فيها كل السلات لبنان. يا 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 أخ كنت قايلكم أنه إن شاء الله ما تكون بطولة آسيا آسيا علينا ما طلعت كتير آسيا. ريباوندر الأفضل بالريباوند كان أسان نزياي بياخد كاس بالدفاع سرير بورغزير مسيو أسان كم تيه بو كم تيه فانتاستيك ومع الجايزة اللي خليك الجايزة خليك والله رح تبقى بالجايزة رح تبقى منيحة كيلوكس هايست سكورر أورد. البست سكورر